ننتقل لهذا الخبر. الغرفة التجارية بالقضارف تعلن الإضراب وإغلاق السوق يومي الأربعاء والخميس. أعلنت الغرفة التجارية بولاية القضارف الدخول في إضراب وإغلاق سوق القضارف في يومي الأربعاء والخميس وحتى إجعار آخر. وعزت الإضراب بسبب الغلو في تقديرات الضريبة للعام 2018 وعدم التزام الضرائب بأي اتفاق تم مع التجار خلال الفترة الماضية. ويعتبر إضراب تجار القضارف الثاني خلال هذا العام، خاصة وأن أسواق القضارف شهدت خلال العام الحالي إضرابا للتجار، إلا أنه لم يستمر طويلا بسبب تفاهمات تمت بين إدارة الغرفة التجارية وسلطات الولاية، وأغلب أسباب الإضرابات كانت الرسوم الحكومية من ضرائب وغيرها. نعم، الإضراب وما أدراك ما الإضراب بالنسبة للتجار، وهل نحن في فترة بتستحمل أنه يكون في إضراب، لأنه العجلة الاقتصادية محتاجة أنها تسرع أكثر؟ طبعا واحدة من مظاهر التغيير السالبة هي يعني أي جهة أصبحت يعني تهدد الحكومة، أي جهة أصبحت تعلن أنها ستضرب يعني ستشق عصا الطاعة عن الحكومة، هذه واحدة من إشكالات التغيير الذي حدث الآن بالبلاد. لكن بكل الأحوال كان من الممكن جدا أن يتم التعامل مع هذا الأمر باعتبار أن غرفة تجارية تجلس إلى حكومة الولاية أو حتى يعني تطلب لغاء مع مدير الضرائب الاتحادي باعتبار أن هذه القضية من الممكن جدا معالجتها، من الممكن جدا إيجاد تسوية. لكن بكل الأحوال إشهار سلاح الإضراب يعني غير مناسب غير جيد، حتى أنه الآن مع حالة التفاول التي تسود الشارع عقب تشكيل الحكومة الاتحادية كان الأجدى والأنفع أن يكون هناك يعني تفهما لموقف الحكومة بشكل أكبر، تفهما للأوضاع التي تمر بها البلاد. لكن أنا أتوقع أنه في يعني أتوقع في خلال هذا اليوم أو صباح الغد أن تتم يعني إيجاد تسوية أو معالجة مع الغرفة التجارية بولاية القضارف. يعني مسألة الضرائب دي هي الضرائب أكبر موارد الحكومة بشكل عام، يعني باعتبار أنه هي تنتشر في يعني كل ما نتناوله كل ما نعمل به، يعني أي حاجة فيها ضريبة أو فيها ضرائب. يعني كيف أيضا سيدار هذا الملف؟ هل سيتم الإبقاء عليه والله ممكن أن تكون هناك تخفيضات في بعض الضرائب، بعض السلع أو بعض الأشياء تخرج أو بعض البنود تخرج من الضرائب؟ يعني كيف تدار مسألة الضرائب وهي الآن مرهقة للناس بشكل كبير لكنها مورد مهم أيضا؟ طبعا كل أحوال العالم كله يعتمد على الضرائب خاصة العالم الغربي، لكن الآن المشكلة الحقيقية في السودان تكمن في يعني التهرب الضريبي، هو يعني حادث بشكل كبير في كافة أنحاء البلاد، ثم أنه هناك ضعف في ديوان الضرائب ممثل في عدم توسيع المظلة الضريبية. يعني معلوم أنه يعني البعض يتحدث أنه من الممكن جدا إدخال ملايين يعني أسماء الأعمال في المظلة الضريبية، وهي غير واضحة الآن في إذا لاحظت في الجدول العام الخاص بديوان الضرائب. الحل يكمن في توسيع المظلة الضريبية مع تخفيض الضرائب حتى على بعض السلع او تخفيض الضرائب على بعض المنتجات يعني التي لديها علاقه مباشره مع المواطن، لانه الان كذلك الحكومه تعتمد بشكل كبير على الضرائب، تعتمد بشكل اكبر على الجمارك باعتبار ان يعني هناك يعني مبالغ طائله توضع حتى على سبيل المثال مثلا استيراد السيارات على بعض السلع وما الى ذلك من السلع والخدمات التي يتم تقديمها. لا. الحل يكمن في توسيع المظلة الضريبية.